أخبار اليوم. دايما كان ينصحني يقول لي ما تخافيش من النقد، ما تخافيش من الشتيمة، كل ما كترت الشتيمة دي وكل ما كتر النقد ده يعني هو كان بيعتبرها، قال لي أحسن إنهم يفضلوا يكتبوا أحسن ما يكتبوش خالص. بس ما هي مش مسألة شتيمة، أنا ما أقول شتيمة يعني النقد يكون قاسي، لا شتيمة لا مش للدرجة دي، إنما الواحد بيبقى خايف طول الوقت وبيبقى على أعصابه، خصوصا قبل ما ينزل له فيلم الفنان بيبقى في حالة رعب مش بس خوف.